كما قلنا غادي نوريكم كيفاش غنكريو داتا فيزواليزاسيون ب دي 3 جي اس. شكون انا؟ بتيت انتروديكسيون، هدى مطالب، انا داتا انجينير، وكيعجبني نشارك في نعاون لي كوميونيتي ديال المغرب اون جينيرال، و سي ديجا اورغانايزر في جي دي جي وتيم كازابلانكا. الوغ لي بغا مثلا الكونتاكت ديالي راه هما هادو لي ريزو سوسيو اللي كنكون فيهم ديسپونبل. الوغ باش نبداو غنقولكم علاش كنديرو داتا فيزواليزيشن، شنو هي داتا دي 3 جي اس، علاش بالضبط هي، واش كاين شي بريروكي، ومن بعد نشوفو لي تيب ديال لي فيزواليزاسيون واش من وحده خاصنا غير خاصنا نختارو، وغنديرو واحد التيت ديمو. وبيان سور حيت الوقت ديال هاد البريزونطاسيون قليل و دي 3 جي اس يعني فيها بزاف ما يتقال، دونك غنعطيكم دي غوسورس اللي بغا يكمل ويكتشف اكثر. الوغ نورمالمون الكاستمر اون جينيرال تيقول لك يعني عطيني شي انفورماسيون جديده ما كنعرفهاش وتكون interesting، ولكن تيقول لك زعما راه هذا الوقت راه ديال وقت السرعه، يعني ما عنديش الوقت، خصني في ساعه تجيني الانفورماسيون ونفهمها. الوغ دونك هنا كنجيو كنقولوا بلي كاين واحد البروفيرب تيقول لك راه واحد البيكتشر راه worth يعني 1000 كلمه ما تقدرش اللي ما تقدرش توصلوا 1000 كلمه. الوغ نعطي بار اكزومبل إلا شفتوا معايا هاد لي داتا سيت ا بي سي دي، كل وحده ولي فالور ديالها. الوغ بغينا حنايا نيتيديو كيف شنو لا ديفيرونس بيناتهم. نورمالمون في ستاتستيك اوتوماتيكمون انت كيمشي مثلا يحسب لا مويان، غيمشي يحسب لا فاريونس، ولكن غيمشي يحسب هذوك لي كالكول وغادي يلقاهم يعني لي ميم، يلقى تقريبا نفس لي فالور حتى من لي غولاسيون، يعني باللينير ريغريشن غادي يلقى تقريبا بالفيرغول متقاربين بزاف. الوغ هنا يقدر يقول انطلاقا من هذا الكالكول بان هذوك لي داتا سيت راهم بحال. الوغ الكيستيون واش هما فريمون بحال؟ هنا الى جينا نديرو الفيزواليزاسيون ديالهم غنلقاو بلي يعني الكومبورتمون ديال هادوك لي زيليمون والبوزيسيون ديالهم راه مختلفين تماما كل وحده، وكيفاش مفرقين هادوك لي زيليمون. دونك هنا الفيزواليزاسيون عطانا واحد لافورماسيون اللي الكالكول ما قدرش يعطيه لينا. واحد الدوزيام اكزامبل هنايا غندوي على جيولوكاليزيشن، يعني بالجيو فيزواليزيشن كاين واحد ديكزامبل 1800 ديك الساعه، ديك الساعة بدات الكوليرا في لندن، و كان واحد السيد واحد الفيزيسيان جون سنو بغى يعرف منين الناس كيمرضوا بالكوليرا، ما عرفوش منين جا، عياو يقلبوا ما عرفوش منين كتجي، منين كيتعادى وما فهموش. دونك ملي مشى دار هذيك الخريطة ديال هذيك المنطقة، ومشى حصى هذوك الناس اللي تصابوا واللي ماتوا وهذا، القابل اللي الاصل جاي انهم نفس الخريطه ديال هذوك الممنين كيدوز لهذوك الناس. دونك السورس منين كيتعادوا، السورس كاين فيها ناس اللي مرض وكيمشيو يغسلوا مثلا الحوايج ديالهم ولا شي حاجه اللي فيها الكوليرا، وهذاك الماء كينتقل ليهم وكيشربوه هما منه وكيتعادوا. دونك هنا الجيو فيزواليزيشنز عطاتنا فكره والسبب منين جا هذاك المرض وكيفاش يقدروا يحدوا منه. دونك هادو دي زيكزامبل كيفاش الفيزواليزيشن يعني كتلعب دور كبير وكتعطينا يعني بالزربه الانفورماسيون. من 2006 وكيتقال هاد القضيه هادي بلي راه الديتا هي ذا نيو اويل، وبيان سور الاويل ولا النفط اللي كنقولوا راه ما غاديش غير نستخرجوه ونخدموا به اوتوماتيكمون ديريكت، يعني ضروري كنديروا واحد لي شانجمون، واحد لي ايتاب، مش عاد كنخرجوا منه الغاز البلاستيك الكيميكلز كاع داكشي اللي غنستهلكوه وغنحتاجوه. لا ميم شوز بالنسبه للديتا، باش نستعملوها راه حاليا راه كاين بزاف، يعني واحد كل سكوند راه كيتزادوا لي دوني. دونك حنايا باش نستعملوهم ضروري خصنا نبروكن داون وناناليزيو
ناناليزيهم. واحسن طريقه هي والاسهل هي الفيزواليزيشن, يعني فيت في كتعطيك لانفورماسيون بارابور الى بقى نديرو الكالكول ونبقاو نشوفو في داتا وحده بوحده, سورتو الا كانت كبيره راه ما غاديش يبان لك الفرق في ساعة. هنا غادي نجيو نهضروا على شنو هي دي 3 جي اس. دي 3 جي اس راه جات من داتا درايفين دوكيومنتس, هي واحد جافا سكريبت ليبراري اللي كتمانيبيلي داتا وكتحولها, يعني كتكون عندك اولا داتا وهي يعني عن طريق هذيك الداتا كتباندي وكتعطيك الفيزواليزاسيون اللي بغيتي. دونك هي اوتوماتيكمون كتاتاشا الداتا للدوم ديال الدوكيمنت اللي عندك, وبيان سور كتستعمل فيها ال HTML لي زيفيشي CSS, وبيان سور هي جافا سكريبت ليبراري دونك ضروري غتعمل تستعمل جافا سكريبت. وعندهم واحد الويب سايت d3js.org دونك فيها بليس د انفورماسيون اخر فيرسيون وكلشي. شكون فيت في شكون ديفلوباها؟ واحد السيت سميتو مايك بوستوك, راه كاين في جيت هاب, بداها ملي كان بدا البي اتش دي ديالو, ومن بعد بداو الكونتريبيتورز عجباتهم ليدي والكونسيبت وبقاو كيديفلوبيو فيها. ديجا انا كنعقل كانت ديك الساعه عاد بديت كنقيس في دي 3 جي اس يعني فيرسون 3 4, يعني كل واحد كيدير شي حاجه في شكل. ابري دابا عاد يعني تقاد وتنورماليزا الكود كتر, دابا راه وصلوا لفيرسيون 7 دونك راهم غادي مزيان حاليا. دونك اون غرو كخلاصه علاش دي 3 جي اس انا كنفضلها, حيت كتفوكسي على هذيك الداتا اللي عندك, دونك كتباندي لك الداتا مع الدوم وكتقدر دير بها اي حاجه اي فيزواليزيشن بغيتي. هي مكتوبه ديجا بجافا سكريبت دونك كتقدر تستعملها في اي فريم ورك, سواء رياكت سواء في جي اس انجولار كلشي دونك, وكتستعمل على حساب لي فونكسيون ديالك كتانتيغريها دونك كتلعب بها كما بغيتي. وسي انك عندك لاكسي انك كتبقى تحكم في ستايل يعني ديال سي اس اس كيفاش تمانيبيلي لي انتيراكسيون, يعني جافا سكريبت كلشي ديسپونبل, يعني سكايز ذا ليميت, غير حط الداتا وبدا دير تخيل لي فيزواليزيشن ديالك. واحد الحاجه اخرى مزيانه, دونك هما ديجا الى مشيتو للويب سايت غتلقاو بلي ديجا كاينين اكثر من 160 اكزامبل, يعني والكود ديالهم وكلشي كاين, يعني كتقدر غير تشد انت وتبدا تموديفي وتشوف تعلم. يعني هي الكونسيبت ديالها انك ماشي كتعلم, سي فري كتعلم البيزكس يعني باش تفهم الكود, ولكن خاصك انت تكون كرياتيف وباش تبدا تعلم خاصك تشوف لي زيكزامبل وبهم كتشوف كيفاش داروا هذه كيفاش داروا هذه علاش هذه علاش هذه. دونك كل واحد وكيشيليزي بالطريقه ديالو, واحسن طريقه كما قلت هي تعلم بلي زيكزامبل. لي بريغوكي ضروري HTML ضروري سي ايفيدون. جافا سكريبت غادي تستعمل ليبراري ديال جافا سكريبت ضروري غادي تستعملها, وباش تزيد هذيك الزواق وداك الشيء راه كتزيد ديك سي اس اس باش تتبان زعما شي حاجه زوينه. الوغ هنا كاين قلنا بزاف ديال لي فيزواليزيشن, بزاف ديال لي زيكزامبل, ولكن ملي كنبغيو نختارو عندنا الداتا وكنبغيو نختارو شنو فيزواليزيشن نديرو, بنادم في الاول كيحير. الوغ البيزيك يعني حتى الناس ديال ستاتستيك راه كيعرفوا واقيلا هادشي. نورمالمون كنشوف اول حاجه الا عندي مثلا شي داتا سامبل, يعني غير فاريبل واحد ولا جوج حتى ثلاثه, كنشوف واش بغيت نكومباري بيناتهم, واش عندي على حساب الوقت ولا يعني واش اوفر تايم ولا امون ايتيمز, يعني بين هذوك الايتيمز الا باغي نبين واش باغي نبين ديستريبيوشن, باغي نبين الكومبوزيشنز, وسورتو مثلا بحال داك الباي
باي شارت من الاحسن مثلا الا كان نستعملو غير في لوكا الا عندنا واحد الكومبوزيشن هي اللي باينه بزاف الا ما عندناش بزاف ديال الكومبوزيشنز يعني مثلا ماكسيموم 5 6 يعني باش كيبان شكون هما اللي باين لي كومبوزيشن اللي واخدين بورسونتاج سورتو ضروري يكون بورسونتاج دونك وحتى لي زوتر فيزواليزيشن يعني كتشوف على حسب واش عندك ريليشن شيب بين هذوك الفاريبلز ولا شنو باغي تبين بالضبط دونك هادو البيزكس يعني ضروري راه كاين يعني لي زارتيكل كيهضروا على كل واحد كاين اللي كيشوف زعما واش انا غادي نشوف هادوك لي فاريبل واش هما ordinal ولا زعما continuous ولا كيفاش ولا عندي ديز انترفال دونك كل واحد وكيفاش كيقول ولكن ملي كتافونسي يعني لي شوز راهم كيوليو بلو كومبلكس دونك هادشي لي زوين ديال التكنولوجيا يعني ماشي ما عندكش غير دوك البيزكس ولكن انت كتقدر دير شي حاجه كتكون كرياتيف وكتقدر تختار شي فيزواليزيشن على حسب الداتا ديالك و كاين حتى لوبسيون بيان سور ديال لي ماب اللي انا المهم قصت فيها بزاف دونك كيفاش كدير الجيوريكيزيشن كيفاش تافيشي على حساب الكونتريز بغيتي تزيد لايرز باش تانتغري مثلا مع ليفلات بغيتي دونك هاد لي زوبسيون كاينين وزعما كتقدر دير اللي بغيتي سو دابا نوريكم واحد شويه ديال الكود نورمالمون بارك علينا من الثيوري الوغ كنظن كلشي راه شاف سكويد جيم وحاليا راهو يعني الرانكين ديالو في الكونتريز تقريبا كاملين راهو سواء الاول الثاني ولا الثالث ولا الرابع فوالا بغيت نتانسبيريت من هاد الويب سايت وغنوريكم حاليا كيفاش درت لواحد فيزواليزيشن غادي نبارطاجي واحد ليكرون اخرى فوالا دونك غادي نوريكم كيفاش نقدروا نديروا المهم هادي بيزيك دونك الا عندنا ديجا كونتري فيها رينكين ولا شي كونتري ما فيهاش كاع الداتا دونك غنبدا فروم سكراتش دونك ديجا راكم عارفين جو بونس جي اس فيدو راه عندك سي اس اس سلاش تي من هنا جافا سكريبت والريزولت كتبان لك هنايا حتى الكونسول راه غادي تطلع من رانيو الوغ اول حاجه كاين سي دي ان ديال ديتوري غنستعمل فيرسيون 7 دونك هي هادي وغادي نحتاجو توبو جيسون وغادي نقول لكم علاش ملي غنبداو نكتبو الكود فوالا دونك نسيفيو ما طال حاليا والو باش غادي نبداو الوغ اول حاجه غادي نجيبو غنكرييو واحد الاس في جي كما شفتو انايا الاش تي ام ال ما عندي حتى شي حاجه يعني ملينكيا غير الليبريز اللي غنستعمل الوغ انايا انطلاقا من البودي يعني باغ ديفو راه كيكون هنا البودي غادي نقولو غنعيط ليبراري ديتوري يعني اوتوماتيكمون عندي هنايا والا كنتو مثلا كتستعملو ان بي ام راه تقدروا انستاليو ديتوري على حسب الفيرسيون اخر وحده راه هي حاليا 7 دونك كتامبورطيها وكتعيط ليها ديتوري وكدير سيليكت البودي غنابندي غنزيد واحد الاس في جي غنعطيها الاتريبيوت واحد الويد وواحد الهيت انا عندي ديجا هنايا فيكس غناخذهم دونك فوالا هنايا راه كاين واحد الاس في جي ولكن ما مازال ما عطيهاش حتى شي ستايل ولا حتى شي حاجه دونك نعطيوها شويه ديال ستايل سي اس اس نحاول غير باش تشوفوها غندير لها واحد الباك جراوند ريد ولا جرين دونك هي هادي الاس في جي تكريات ليا انطلاقا من الديتري بغيت نزيد مثلا هنايا نقدر نديرو بيان سيغ لي كالكول اي تو دونك كتبقى ديناميك جافا سكريبت راكم عارفين
نحيد هادي ابري رخصنا البروجيكشن نورمالمون كاين بزاف ديال البروجيكشن يعني كيفاش كتبان هذيك الخريطه كاين اشكال يعني غتلقاو بزاف اكثر من 90 دونك انا اللي اختاريت دابا هي جيو ميركاتور وكنقول لي شحال سكيل اللي بغيت وفين بغيتها تبوزيسيونا دونك بغيتها تحط في الوسط سكيل تقدروا تشونجيو على حسب لاطاي اللي عندكم ديال الماب اللي بغيتو فوالا هذه البروجيكشن ديتريت هي فيها جيوميركاتور ابري غير خصنا نرسمو هذيك البات اللي حيت نورمالمون الاس في جي غادي يبدا غنرسمو لي جي لي جروب وكل جروب غير خصو واحد البات باش يرسم لينا واحد الكونتري دونك غادي ناخذ هذه البات لو فوالا عطيني جيو بات بهذا البروجيكشن هذه وين نبدلو غنبدلو غير البروجيكشن وغادي تبدل لنا الشكل ديال الماب غادي نزيد هادوك لي جي كيما قلت فوالا دونك هنا كريت واحد مشيت لهاد الاس في جي هادي لي كريت دابا اللي عندي دونك كنقدر نبقى نتحكم فيها من بعد لوبجي كنبقى نتحكم في الدوم غنزيد عليه واحد جي المهم انا قلت له دابا ابند جي ولكن مازال غادي نشوفوا شحال من جروب غادي يزيد وشحال شنو غادي يزيد فيه اكسيتيرا دونك باش يرسم لي هذوك لي جي ومين غادي نجيبوا هذيك الداتا دونك هنا كاينين واحد الفايلز ديال البروبو جيسون ممكن بزاف ديال لي فورما هنا غادي نخدم انا بالتوبولوجي كيكون الاوبجيكتس فيه هاد الكونتريز كل كونتري شنو الجيومتري اكسيتيرا دونك فيها شمن كونتري الاي دي ديال الكونتري والاركس المهم هاد الديتاي هو اللي يتخاد في هذاك الباط باش كيرسم كل كونتري وكاين مهم كاين بزاف ديال لي تيب انا نخدم حاليا بالتوبولوجي دونك باش نجيب هاد الفيشي هذا غادي ندير d3.json المهم كما لاحظتوا ضروري خصني يكون مراني في شي سيرفر باش نقدر نجيب هذوك الداتا المهم هو عندنا بزاف ديال لي شوا يعني كاين سواء نجيب مثلا من فيشي جيسون بغيت نجيب داتا من سي اس في بغيت ندير كويري على شي داتابيز يعني ندير لها الكونيكشن باليو ار ال ونجيب اكزيكوتي عليها واحد الكويري ونجيب داتا وهذيك الريزلت غنستعملها دونك كاين بزاف ديال السورسز اللي نقدر نستعمل وهذا الشيء باش زوين D3.js يعني اي سورس تقدر تستعملها دونك هنا انا ملي عيطت على هذا الفيشي هذا جبت له الداتا هي اللي عندي هنايا الوغ نورمالمون هاد الداتا كيخصني نستعمل هاد الشيء علاش دابا غنقول لكم علاش لينكيت هاد الطوبو جيسون دونك هو اللي غادي فيتشي ليا وغادي نستخرج منه هاد الميزانفورماسيون فوالا دونك غادي نقول له اعطيني الكونتريز غادي يجيب لي الكونتريز على شكل داتا فوالا حاليا انا باقي ما ترسم حتى شي حاجه لانني حاليا يلاه جبت الكونتريز من هذاك الفيشي جيسون المهم كنتمنى تكونوا باقي متبعين معايا دونك هذاك جي المهم هذاك الجي اللي زدته في الاس في جي غادي نعيط عليه هنايا ونقول له سيليكت اول باث هنا شنو الفرق ما بين هاد سيليكت وهاد سيليكت اول هاد سيليكت نورمالمون غادي يجيب لك اول اليمون ونورمالمون البادي راه كاين ديجا غير واحد هنا سيليكت اول كيجيب لك يعني كاع لي زيليمون نقدر نجيب مثلا سوا بالنيم ديال التاغ سوا نجيب بالاي دي يعني بحال سيليكتور يعني دياز وبالكلاس بوان شي حاجه دونك سيليكت اول انا سوا كانوا ولا ما كانوش هنا كون كانوا يعني غادي نمشي سيليكسيون هذوك اللي كاينين بويسكو ما كاينينش نورمالمون حد هنا حد الباث راه ما غيدير حتى شي حاجه ولكن ملي غنزيد عليه غنقول له راه بغيتك تبان ديها ليا مع الداتا ديال هاد الكونتريز هنا غادي يمشي كري ليا يعني الكل ها نتوما كتشوفوا هي طلعت دونك الكل باث وسط هذاك الجروب غادي يمشي يدير فيه هذاك
الباث اللي غادي يجيبوا من هاد الفيتشرز. دونك ديجا هاد الكونتريز فيهم هذاك الباث توبوجيسون كيمشي بارسيليا هذوك الباث اللي غادي ترسم بهم الكونتريز. سو فوالا دونك ضروري نبيندي نسيليكسيوني دونك هاد لي زيتاب يعني هما فوندامونتال ديال D3.js. دونك كيكون عندي D3 سيليكتور شي اليمون كنسيليكسيوني نخدم سيليكسيوني شحال من مره يعني بحال داكشي ديال سي اس اس يعني كنبقى ندير نبقى ندخل في الهيراركي. دونك سيليكت غنبندي معها الداتا ديالي غن انتر يعني فاليد يعني قد هذاك القياس ديال الباد كان ناقصين ولا كانوا زايدين خصهم يكونوا قد دونك غادي يمشي يدير لي كل فيتشر غادي يمشي يدير لي ويكري لي واحد الباد. دونك هاي غادي ابندي الباد وغادي نعطيها لاتريبي كاع هذوك الباد كاع هاد الكونتريز. دابا كاع هاد الكونتريز اللي مرسومين هنايا راه عندهم كلاس كونتري والاتريبي ديال دي راه هو اللي كنعطيو هذيك الباث اللي تكري لينا حاليا. دونك كنتمنى انه يكون مفهوم. دونك انا شرحت لكم دابا كيفاش هاد الماب كترسم. المهم غادي نمشي نقاد لي غير شويه ديال السي اس اس فوالا سامبل شويه ديال نوار شويه ديال غراي. هنا حاليا كتشوفوا راه غير يعني ديسان مرسومه بديتري. بغيت نردها شويه انتراكتيف غنمشي غادي نسيليكسيوني هذاك الكونتريز غنمشي غنقولوا يعني غنرجع لهذاك الجروب وغنقولوا سيليكت كاع هذوك البوان كونتري يعني كاع هادو اللي هنايا الا لاحظتوا معايا بغيت نبدل لهم مثلا غير لكم تيست غادي ندير لهم ستايل وندير لهم مثلا الكولر باك جراوند ديالهم نورمالمون حيت هما اس بي جي دونك غادي نديرو فيل ونردوهم وايت هما رجعهم لي كاملين وايت. دونك هنا كنقدر نتحكم فيهم ستايل ديالهم بغيت نبدل لهم شي اتريبيوت بغيت ندير لهم شي حاجه. دونك هنا عندنا يعني ديناميك الوغ هنا اللي غادي تشوفوني درت هنايا نورمالمون غادي ناخذ مثلا عندي واحد الداتا انا خديت غير واحد البارتي حيت دابا هنايا الا جينا نشوفوا في الويب سايت يعني اوريجينال اللي فيه هاد الداتا اللي اصليه غتلقاو يعني اخر يعني البارح كيفاش كان الرانكين ديال هاد السيري هادي. دونك في كل كونتري انا غير انسبيريت دونك غناخذ غير لي فالور باش فيت في نوريكم. دونك غادي ندير واحد الفاريابل هنايا نسميها داتا نقدر هاد الداتا انا درتها يعني فاريابل لوكال ولكن تقدر تجي من شي سي اس في ولا تجي من شي اند بوينت ولا منين ما بغات تجي. دونك درت هنايا الكي هو الكونتري نيمز رينك هو مثلا جوج واحد اكسيتيرا ويقدر مثلا يكون بالاي ديز يقدر يكون يعني بلو كومبلكس انا شي حاجه غير بسيطه باش نوريكم كومون سا مارش. فوالا دونك انا غادي نقول له غادي يكولوري ليا غايكولوري ليا باش على حسب الرينك اللي عندي. دونك انا ما غاديش نبقى مخليهم كاملين وايت نقول له فيل ولكن المهم هنا حتى عندي دوت فاريابل غنحيد هذا الشيء اوكي المهم غادي نمشي نجيب غنقلب في هذيك الداتا اللي عندي هنايا غنقولو جيب لي نفس الكونتري. دونك باش نمشي للسميه ديال الكونتري راه هي هذه راه نفس هاد الستيل هذا. دونك هما البروبرتيز يعني في كل اوبجيكت هو البروبرتيز هو النيم منين جات هاد الدي هذا اللي جبنا من البروبرتيز والنيم نورمالمون حيت هاد البوينت كونتريز بانديناهم مع الكونتريز فيتشر هاد الداتا كيبقى عاقل عليها كيقول فوالا انا هاد كل هادك لي زيليمون اللي هو عنده الكلاس كونتري هذاك البات اللي عنده كلاس كونتري راه دائما عنده غولاسيون مع هذاك الاوبجي. دونك هنا نقدروا منين نعاودوا نسيليكسيونيهم في شي بلاصه اخرى نقدروا نباسيو هذاك الداتا ديال كل واحد اوتوماتيكمون كيباسي لك واحد بواحد. دونك هنا كنفلتري وكنقولوا له فين ما غادي تمشي
دلنا في الشي الشي point country شوف بعد النيم جيبوا لي جيب لي الرانكين من الداتا ديال هاد ديال هاد الداتا بالضبط. دونك فوالا هنا باش نافيشي نورمالمون كاينه واحد واحد القضيه ديال سكيلين يعني ديغراداسيون على حسب اللون. كل ما مثلا كان كل ما كان عنده رانكين كبير كل ما غادي يكون مثلا حمار بزاف. دونك غادي ندير هاد هاد السكيل لينو كاين ممكن بزاف كاين بزاف. انا غادي ناخذ غير هاد السكيل جريدينت يعني شي حاجه بيزيك وبسيطه. فوالا غادي نديرو من هاد الكولر الريد. وعندي نورمالمون هما توب 10 يعني هادوك لي فالور غادي يكون ما بين 0 و 10. الوغ فوالا وغادي نعاود نرجع هاد الكود ديالي. دونك غادي نقدروا ندوزو هاد البينت اللي هو كيولي فونكسيون في سكيل لينير وغندوز ليه الفاليو ديال ديال الرانك. فوالا و دونك غادي نحيدو جوج ديال الريتورنز و فور فاليو. دونك هنا على حسب الداتا اللي عندي على حسب كل وحده نورمالمون نقدر ندير مثلا في شي وحده اليونايتد ستيت 10 وغادي يبان لكم الفرق. دونك هي غادي تكون كحله اكثر فوالا. دونك كل ما كان رينكين قليل كل ما كيكون اللون ديال الكونتري زعما مغموق ولا ما باينش بزاف. دونك كل ما كان رينكين من الاولين راه كيولي ريد فوالا. بغينا نزيدو دابا واحد لو تروك تا هو زوين. دابا مثلا انايا يعني لحد الان راه غير ستايلين وغير يعني شي حاجه دي ستاتيك. نردوها شويه ديناميك فيما نهوفري على شي كونتري يوريني السميه ديالها وحتى الرانكين ديالها. دونك باش نبدا غادي نكري سوا بدي تري نقدروا نكريوها ستاتيك. انا فضلت انني نكريها بدي تري. غندير واحد تول تيب واحد ديف. دونك غنمشي نسيليكسيوني البادي نزيد ليها واحد ديف ونزيد ستايل ابسوليوت. دونك نعطي الاندكس البوردر الكولر البيدين دوك هادشي كامل نقدروا نديروه. وبوان تكست راه غادي ندير فيها واحد لو تكست. دونك هنا غنخليها توجور فيزيبل. دونك كما كتشوفوا هي هادي طلعت لنا هنايا كرييت ديف وستايل ابليكا وكلشي. دونك انا بغيت فيما قلنا نهوفريو على شي وحده تبان لينا هنايا اش من كونتري واش من رينك. باش ندوزو على كل وحده كاينه داك بوين اون. كاين واحد الفونكسيون اسمها بوين اون كتسيليكسيوني وكدير بوين اون. كاين ماوس اوفر ماوس اوت ماوس موف كاع داكشي اللي كنعرفو ديال الجافا سكريبت راه كاين. دونك غادي نمشي نسيليكسيوني انايا دابا الكونتريز بلا كونتري غندير الماوس اوفر على كل وحده. دونك بار ديفو كيدوز ليا جوج ديال لي بارامتر ليفينمون و ديتا يعني لا ميم يعني لو ميم برينسيپ. هذيك الدي راه كيدوز ليها الايتم ديال الداتا اللي اكوردي لهذيك البات اللي مرسوم لينا هنايا. فوالا غادي نحاول نجيب الكونتري الداتا ديال هذيك الكونتري. غنفلتري على حسب كل كونتري غنكري فاريبل نسميها رينك وغادي نجيب من هاد الداتا اللي عندي هنايا على حسب كل كونتري مسيليكسيوني ديك الساعه فوالا. وغادي نمشي نعيط لهذيك التول تيب وغادي نموديفي التكست. غادي نحط فيه نيم و دو بوين هذيك الرانك اللي جبتو من هنايا. دونك نحاولوا نجربوا فوالا كما كتشوفوا. دونك ملي غنهوفري غادي يبدل لي الداتا ديال التول تيب. الوغ نورمالمون ولكن مثلا كاين بعض الكونتريز هنا ما عنديش الداتا ديالهم ما كيدير لي حتى شي حاجه كيخلي اخر فالور تاعو. غندير غنحلها بالتراي كاتش فوالا. غنديروا تراي كاتش ومني غادي يكون مني ما غاديش يكون عندنا الداتا غادي يحط لينا بانه راه ما كاينش
data, no data, no data provided. Voilà. Voilà, donc كما كتشوفوا هنايا no data provided. ونقدروا مازال نزيدوا نموديفي وباش تولي بحالهم هنايا زعما تولي تبع على حسب الكورسور نجيبو من الايفنت اللي دوزنا في البارامتر لي بوزيسيون اكس واي وهذاك التول تيب نبدلو ليها لي بوزيسيون ديالها يعني غادي تبدل لها غير ستيل وكلشي في وسط هذاك البلوك ديال الكود وهذا الشيء اللي كاين وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم وما نكونش ما نكونش طويت بزاف وداك الشيء عقدت تبارك الله عليك تبارك الله عليك هدى صراحه هذا الدومين ديال فيزواليزاسيون ديال الداتا اي لي فاست شكرا على البريزونطاسيون ديالك كاينين دي كيسيون في لي كومونتير ديال الناس اللي كيسولوا على D3.js كاين معاد بولحدو تيقول لك واش is it helpful with large data set وي لا وي نورمالمون تقدر تخدم بها في لارج داتا سيت اوكي سكند كويشن ديال رشيد المرابط علاش نستعمل D3.js ماشي طابلو ولا باور بي اي الوغ انا ما عنديش ايدي بزاف ما عمرني شفت طابلو ولا باور بي اي دونك انا ما نقدرش نجاوبك واقيلا بزاف على هاد الكيسيون انا بور مو ديتري جي اس يعني ساتيسفي لقيت فيها كاع داكشي اللي غنقدر نحتاج دونك فوالا ليميتيشنز ديال ليتيليزاسيون ديال ديتري جي اس ذا كيسيون ديال الياس حداد اللي كان معنا البارح ليميتيشن نقدر نقول لك انه مثلا ملي بارفوا لي فيرسيون يعني مؤخرا كيتبدلوا بزاف دونك الكود كيخصك الا بغيتي تزيد فيه ولا تموديفي فيه خصك ضروري تبدل الفيرسيون الجديده وتموديفي شويه في داك الكود القديم دونك تقدر تقاليغ شويه في هذه القضيه باش تخلي ابديتد زعما واخا ماشي كاين واحد لا كيسيون اخرى ديال انور هل كل دي 3 مابس كتسبورتي ستريم داتا جو بونس وي ما مانيش خدمت بها ولكن جو بونس وي يعني جافا سكريبت عادي يعني هي غير ليبراري ديال جافا سكريبت ماشي شي حاجه اوكي كاين بزاف اللي تيقول لك شكرا على التولك حيت استفدت بزاف انا استفدت معك صراحه بزاف حيت الاستعمال ديالي مع دي 3 جي اس كان ليميتد بزاف في زعما سمول داتا سيت كاين واحد الديرنيير كيسيون اللي غناخذوها ديال ابراهيم قال لك واش داز دي 3 جي اس سبورت بلوجين تراجكتوريز اف يس داز ات بيرفورم ويل وذ بيج داتا لايك 100,000 trajectories. Alors, normalement, oui. Quand vous avez بزاف ديال data, il y a des visualisations qui sont يعني specific data كبيره بزاف يعني ما غاديش تقدر مثلا دير غير شي بار شار ولا شي حاجه بسيطه يعني كاين انديفيديواليزيشن ديال داتا كبيره بزاف وتقدر تحتاج انك تاغري ديك الداتا ديالك باش تافيشيها احسن اوكي مازال عندي كيسيون صراحه في لي كومونتير جو بونس غادي ناخذ اون اوتر غادي ندوزو عند نيكست سبيكر هشام كاموني قال لك لايف ماب لايك كورونا از ات بوسيبل وذ D3GS. Yeah, of course. Yeah, sure. Could she possibly with D3GS? You can make anything. بغيت نبارطاجي مع اللي بغى يتعرف اكثر على D3GS دي ريسورس نبارطاجي موقيله في لي كومونتير ديال لايف